السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الماث برايمري 4 أو الصف الرابع الابتدائي ترم 1 أو فيرست ترم أو الترم الأول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 3 ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 3 في كونسبت 1، وهنشرح النهارده ليسون 2 و3 و4 كمان، هنخلص كونسبت 1 في يونت 3. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنتكلم عن لسه بنكمل وحدات القياس ليسون 2، بن 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 بنفتكر فيها اليونتس بتاعت الماث او الكتله، الماس او الكتله، وطبعا هي الكتله بتتوزن بتبقى بالكيلو جرام والجرام. وزي ما احنا اخذنا قبل كده في السنين اللي فاتت ان الكيلو جرام لما تيجي تنزل السوق وتشتري فاكهه مثلا او خضار بتتوزن بالكيلو جرام، الكيلو جرام الواحد فيه 1000 جرام. ده اول حاجه عندنا النهارده، فهو بيفكرنا بالموضوع ده وبيقول لك خلي بالك ان الكيلو جرام فيه 1000 جرام، فما تنساش حاجه زي كده. والماث بتاعت الحاجات الصغيره خالص زي البيبر كليب ده بنوزنه بالجرام، اما الحاجات الاكبر شويه ما ايا كان حجمها بنقيسها بالايه؟ بنقيسها بالكيلو جرام. فما تنساش ان الكيلو جرام فيه 1000 جرام، والكيلو جرام بنوزن بيه الحاجات الاكبر شويه، اما الجرام بنوزن بيه الحاجات الصغيره خالص. فبيقول لك هنا مثلا 9000، فبيقول لك هنا مثلا 9 كيلو جرامز فيهم كام جرام؟ احنا عارفين ان الكيلو جرام فيه 1000 جرام، سو علشان كده يبقى 9 كيلو جرام فيهم كام جرام؟ فيهم 9000 جرام. ليه؟ لان احنا هنضرب الكيلو جرام ده في 1000 علشان نحولهم للجرامات، هيدينا 9000 جرام، ودي حاجه مهمه جدا لازم نحفظها. طيب عايزين نعرف هنا بيقول لنا 32000 جرامز فيهم كام كيلو جرام؟ فيهم 32 كيلو جرامز. 32 كيلو جرام ليه؟ لان احنا هنا عملنا ديفيجن على 1000 على 1000 علشان نحول من الجرام للكيلو جرام، بنقلل العدد فبنقسم على 1000 عشان بنحول للقيمه الكبيره لوحده القياس الكبيره، فهنلاقيهم ايه؟ 32 كيلو جرام. طيب 4 كيلو جرام and 63 جرام فيهم كام جرام؟ فيهم 4000 كيلو جرام and 63 جرام، يبقى فيهم 4000 ايه؟ 63 جرام. 63 اهي، ادي ال 4 في خانة ال 1000، جنبها 0 في خانة ال 100، بعد كده 63 تنزل زي ما هي، هو ده الرقم الصح. طب 18 كيلو جرام 81 جرام نحولهم يبقى قد ايه؟ يبقوا قول لي كده نكتب كام؟ يبقوا 18081 كيلو جرام، يبقى 18000، بعد كده بنكتب هنا ايه؟ زيرو. ايوه بعدين 81. شاطر، تمام كده. كده احنا فهمنا الفكره، تعالوا نروح على ليسون 3 مع بعض. ده هوم ورك طبعا. ليسون 3 بنتكلم فيها برضو ولسه على وحدات القياس بتاعت الكاباسيتي. الكاباسيتي او السعة، السعة يعني ايه الكاباسيتي؟ السعة اللي هي الكاباسيتي هي ايه؟ is the amount of liquid a container can hold، هي كمية السائل اللي بيشيلها اي حاوية اي وعاء. يبقى ايه الكاباسيتي؟ هي كمية السائل ايا كان السائل ده ايه اللي بيشيلها اي وعاء. يعني عندنا وعاء مثلا بوتل، البوتل دي بتشيل 1 لتر او 1 لتر او 1 لتر، يعني دي الكاباسيتي بتاعتها ايه؟ 1 لتر. فهي كمية السائل اللي بيملى اي وعاء ده بنسميه الكاباسيتي او السعة، وهي بتتقاس بالليتر والملي لتر. الليتر فيه 1000 او 1000
ملي لتر، زي الكيلو جرام والجرام بالظبط، بس ده للسوائل اللي احنا بنقيس بيها الساعه زي ما قلنا. فعندنا لتر الاختصار بتاعها ال، وملي لتر الاختصار بتاعها ام ال. اللتر طبعا بنقيس بيه الساعه الكبيره شويه، اما الملي لتر بنقيس بيها الساعه الايه القليله بالظبط كده. فعشان كده هنا مثلا بيقول لنا A milliliter is about 20 drops of from an eyedropper. المللتر ده حوالي 20 نقطة في من القطارة دي. أما الليتر فهو إيه؟ زي ما إحنا بنقول إيه؟ The water bottle. The water bottle hold 1 liter of water. بيقول لك هنا، ده الجزء المهم عشان نخلي بالنا منه، إن الليتر فيه 1000 مللتر، وده المهم اللي بيجي عليه الأسئلة بتاعتنا، فده حفظها منساهوش أبدا. فهنا مثلا بيقول لنا 8 liters فيهم كام مللترز؟ فيهم 8000 مللترز. تمام، ليه؟ لأن ضربنا في 1000 زي ما قلنا، لأن الليتر الواحد فيه 1000 مللتر. طب بيقول لنا هنا مثلا 56000 مللتر فيهم كام لتر؟ فيهم 56 لتر. 56 لتر ليه؟ لان احنا عملنا هنا ديفيجن على 1000 عشان نحول من الصغير للكبير. تمام. طيب هنا بيقول لنا ال 47663 مللتر فيهم كام لتر وكام مللتر؟ فيهم 47 liters. تمام. و 47,665 مللتر. وهنا بيقول لك اقسمهم لي بقى، قول لي بقى ايه فيهم كام لتر صحيح على بعضه وكم مللتر ايه لوحدهم. لتر على بعضه كم مللتر بس، مش هيكملوا لتر، هيبقى فيهم 47 لتر. اما الجزء ده مش هيكمل لتر، فهنكتبه زي ما هم اللي هو ايه 665 ملي ايه لتر. تمام، احنا كده زي ما نكون قسمناهم يعني الليترز والمليليتر. طب 13 لتر 13 ملي لتر هنكتبهم هنا ازاي، فيهم كم ملي لتر بقى؟ ثلاثة عشر 31 ملي لتر. هنكتب هنا بعد 13 ايه؟ زيرو. وبعد 31 بقى. تمام كده، عرفنا ازاي نحول من لتر للملي لتر. ونروح لليسون 5 and 6 في يونت 3، وهنا بنتكلم عن التايم، التايم ميجرمنت او قياس الوقت. وبيكلمنا بيقول لنا what time is it، الساعة كام دلوقتي. how long does it take، بتستغرق وقت قد ايه. طبعا هنا واضح جدا ان احنا بنتكلم عن التايم او الوقت. وبيقول لنا هنا خلي بالك، انت من وانت في اولى ابتدائي وقبل منها كي جي كمان، كنا بنحاول نعلمك ونعرفك ازاي تعمل ريدنج للكلوك او للتايم. فهنا بيدينا امثله اكزامبل 1 على الساعه ازاي نعمل لها ريدنج نقراها، وبيفكرك بقى ازاي تعمل لها ريدنج. فهنا مثلا الصوره دي الساعه كام هنا المفروض؟ تو بالظبط الساعة 2 بالظبط، أو it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. فلما نيجي نكتبها هنكتبها يا إما كده أو نكتبها إيه؟ It's 2 o'clock. تمام؟ طيب هنا الساعة كام؟ الساعة 1/2. الساعة واحدة ونص، أو it's half past one. half past one يعني الساعة واحدة ونص. يا إما نكتبها بالأرقام كده اللي هو كده يعني، يا إما نكتبها it's half past one. طيب هنا الساعة كام؟ It is
5 to 8 أو الساعة 8 إلا 5، فاضل 5 دقايق على الساعة 8، فـ 5 to 8، فإما نكتبها الساعة 7:55 أو it's 5 to 8. وآخر حاجة عندنا الساعة دي كام؟ دي it's quarter past 9. quarter past 9 أو الساعة 9 وربع أو it's 9:15 زي ما أو 9:15 زي ما احنا عارفين كلنا من السنين اللي فاتت. تمام، تعالوا نروح للجزء بقى المهم في الدرس ده. بعد ما افتكرنا ازاي نعمل reading للتايم واحنا شرحنا ده السنين اللي فاتت، بيقول لك خلي بالك اليونتس اوف measuring time بتبقى عن طريق week. week يعني اسبوع، والweek فيه 7 days. الday، الhour، الminute، والsecond. الweek 7 days، الday 24 hours. خلي بالك ان هنا الhour اختصار بتاعها HR. الone hour او الساعة الواحدة فيها 60 minutes، والminute اختصارها MIN. المينت الواحدة فيها 60 second، والsecond اختصارها SEC. خلي بالك ده حفظ هام جدا. الweek 7 days 24 hour 60 minutes 60 second. تمام، ده الجزء المهم جدا في درس النهاردة، لان احنا هنعمل converting او هنحول ما بين الوحدات دي في الاسئلة اللي هو هيديها لنا. فمثلا بيقول لنا 6 weeks equal cam days، هنضرب ايه في ايه؟ هنضرب 7 في 6. 6 weeks، ايوه 6 weeks، الويك الواحد فيه 7 days، يبقى نضرب 6 في 7 يبقى كام داي المفروض؟ 42 days. تمام كده. طب هنا بيقول لنا في بي 13 weeks فيهم كام days؟ هنضرب ايه في ايه؟ هنضرب 7 في 13. 13 times 7 المفروض 7 times 12 84، هنزود عليهم 7 هتبقى ايه؟ 91 days. صح كده ولا ايه؟ صح. طيب عندنا هنا 5 days فيهم كام hour؟ هنضرب ايه في ايه؟ هنضرب 5. هنا 5 days فيهم كام hour؟ هنضرب ايه في ايه؟ هنضرب 5 في 24. 5 في 24 يعني بكام؟ 120. 5 في 2 5 في 20 ب 100، و 5 في 4 ب 20 يبقى 120 hours. 8 hours فيهم كام minutes؟ 8 هنضرب 8 في 60 يبقى كام؟ 8 times 6 48 ونروح حاطين الصفر تبقى 480. 9 minutes فيهم كام second؟ هنضرب ايه في ايه؟ هنضرب 9 في 60 بكام؟ يبقى 54 ونروح حاطين الزيرو يبقى ايه؟ 540 seconds. طب هنا 75 minutes equal كام hour؟ هنقسم هنا بقى، مش هنضرب لان هنحاول من السؤال الكبير. الاور فيها كام minute؟ فيها 60. يبقى ايه دي فيها كام hour؟ يبقى فيها 1 hour and a quarter. 1 hour and a quarter او ممكن نقول 1 hour 15 minutes. تمام، 1 hour 15 minutes زي ما قلنا بالاختصار. تمام كده، بكده نكون عرفنا فكرة الدرس وفهمنا ازاي نحول من الوحدات لبعضها، وخلصنا lesson 5 و 6 كمان في unit 3. اتمنى تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو.
وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى شيل بقى الجزء الثاني خالص كله لغاية آخر الحتة في الدرس، وحط الحتة دي مكانها هي والحتة الثانية الصغيرة. يبقى كده ركز شوية. جدول الضرب ايه؟ هتتضرب بسبب جدول الضرب؟ ها؟ ما خلاص انا قفلت. مش عارفه هفتش يا بابا.